ماذا نفعل تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية؟ هل نستثمر أم نحجم خوفا من الخسارة؟ وهل ينتظر القادم على الزواج قائلا حتى تهبط الأسعار، أم إنه لن يكون هناك نزول في الأسعار؟ سمعت أن في هناك أحد الإخوة تقدم لفتاة أبوها طلب منه كان بعد العقد، عمل العقد وبعد العقد، فهو بيقول له يا ابني امضي الأيمة، فجاء بص في الأيمة اتلاقاها ب 150 ألف جنيه، ب 150 ألف جنيه الأيمة. فطبعا قال له يا عمو دي ايه ده؟ قال له يا ابني دي الأيمة. قال له طيب وانتوا الذهب بقى عاملينه بكام؟ قال له حاجة متواضعة يعني، الذهب لوحده غير الأيمة يعني بكام؟ قال له ب 60 ألف. ليه كده؟ قال له ما بنتي معاها الليسانس. يعني ايه الليسانس يعني؟ فطبعا يا اخوانا عند وجود الازمات لابد من التساهل، عند وجود الازمات لابد من التساهل. افترضنا راجل تاجر بتاع اقمشه والناس رايحين وداخلين، خلاص بيحط الاسعار اللي هو عاوزها، اللي مش عاجبه هو حر، مش هتيجي تاخد غيرك هيجي ياخد. طب عنده التواب وفي اماكنها ما اتحركتش لغايه لما عليها التراب، واحد جه ياخد بنص الثمن هيعمل ايه؟ هيبيع. اذا عندما تقع المصيبه لابد ان يخفف الناس، مش لا تقع المصيبه بردك والناس على حالهم. يعني الفكر الرشيد بيقول هذا الكلام، ان المطالب لا تتوحد في كل الاوقات ولكنها تتنوع بتنوع الاحوال، فما يطلب الآن قد لا يطلب بكرة، واللي يطلب بكرة قد لا يطلب بعد أسبوع، وهكذا. فأنا رأيي أننا لا نحجم عن خير نقدمه عليه بحجة الأزمة الاقتصادية. اللي عنده أموال ماذا يصنع؟ لا يدخر الأموال، أمال يعمل إيه؟ يدور الأموال في المشروعات الصغيرة، في المشروعات الصغيرة، فهذا أكسب له. يعني هو لو جاب مثلا راح ارض عباره عن ايرتين ارض، والايرتين دولت زرعهم شبت وبقدونس وكزبره وكرات مصري وفجل وجرجير وخص وكرنب، واخد بالك ازاي، وفلفل اخضر، الايرتين دول والله العظيم وبعد وكل يوم بعد الفجر بساعة ياخد الجنبيتين دول ويقعد على ناصية أي شارع في المنصورة بعيد عن بتوع المرافق طبعا يعني، واخد بالك ازاي، بإذن واحد أحد إن شاء الله يرجع وفي جيبه الرزق الواسع. والحمد لله معظم هذه الأشياء ما عدا الكرنب بيبقى لها بطن تاني وتالت، يعني حش الجرجير يطلع بطن تاني، عيش الخاص يطلع بطني تاني، وهكذا. ادم مثلا ما شاف صغير الارض مش هتخسر، والناس كلها بتحتاج الحاجات دي كلها. هتقول لي بس انا معايا مش عارف، ولا يهمك، ايه المشكله؟ ما تضير، يبقى معاك حتى دكتوراه وعندك قطعه ارض تفلح فيه، ايه المشكله؟ ايه اللي يضيرك؟ احنا عندنا ثقافه اجتماعيه فاسده. احنا عندنا مثلا رئيس الجامعه بيمشي بتشريفه لانه بدرجه وزير، رئيس الجامعه هناك في الصين بيركب عجله، الله، ايوه بالفعل بيروح الجامعه بتاعته بالعجله، يبقى زيه زي الطالب، الاثنين بيمشوا جنب بعض، ايه الضير؟ ايه المشكله؟ مجتمع يبقى فيه بساطه. يعني احد الاصدقاء ذهب الى الصين ودخل بيت استاذ جامعه هناك، راجل متزوج وعنده اولاد، البيت كله على بعضه ما يجيش 40 متر. بيت استاذ جامعه ضخم ده كله على بعضه ما يجيش 40 متر. الولدين الاوضه بتاعتهم عباره عن 3 في 4. المكاتب بتتلم وتتفرد، يبقى فروا مكان. السراير الاثنين فوق بعض، يبقى فروا بردك مكان. واخد بالك ازاي؟ كل حاجه بالنظام، بنظام. ايه المانع؟ احنا متعودين على الايه؟ المربحه، ومتعودين على الفخفخه وما الى ذلك. احنا لابد نغير انماطنا، وعلى قد الحافه زي ما بيقولوا مدد رجليك.
على قد لحافك مدد رجليك. فأنا رأيي أن هذه الأموال تستثمر في المشروعات الصغيرة. قلت لكم قبل كده عرضية الليمون، فاكرين المشروع ده؟ مشروع جميل جدا وبيكسب، عمر ما لهم بيخسر، وجميل جدا ما شاء الله. إيه؟ نعم بستة جنيه عم شيخ إبراهيم. أنت بتروح ولا الناس بصعبات نادي؟ إيه؟ عشان دي اسمها الدراسات بقى، مش دراسة واحدة، دراسات. خد بالك ازاي؟ يبقى المشروعات البسيطة، ايه الضير؟ مشروعات بسيطة وان شاء الله يكون فيها خير. وقلتكم انا عندي زنبيل مقطف مليان مشروعات، اللي عاوز ياخذه ايه مجانا، بس يجي لي واتكلم معاه واشوف دماغه واشوف ايه ميته حد كله.